أهلا بكم. ما الذي جرى بعد خطبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد دعوته إلى صلاة موحدة عدها مراقبون خطوة تصعيدية في إطار الصراع على السلطة التي تزامنت مع سلسلة تسريبات لزعيم حزب الدعوة نور المالكي التي هاجم فيها الصدر متهما إياه بتنفيذ مشروع بريطاني لنسف الشيعة وأخذ الحكم منهم بحسب قوله؟ ماذا يجري العراقيون من الصراع المستمر بين أقطاب العملية السياسية على النفوذ والسلطة بعد مرور نحو 10 شهور على الانتخابات دون التوصل إلى تشكيل الحكومة؟ وإلى أين يتجه المشهد العراقي في ضوء هذا الصراع السياسي والعملية السياسية وأطرافها؟ هل تنذر المرحلة المقبلة بصراعات تأخذ أبعادا مسلحة وانعكاساتها على الشارع العراقي؟ هذه المحاور مشاهدينا الكرام نناقشها مع ضيوفي الكرام في الاستوديو، وهم كل من العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام. مرحبا بك سيادة العقيد. حياكم الله. ودكتور نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي، مرحبا بك دكتور نوري. اهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدا بالحوار. بعد دعوة من مقتدى الصدر لصلاة جمعة موحدة كما سماها، احتشد أتباعه بمدينة الصدر شرقي بغداد بمشاركة قيادات وأعضاء التيار من مختلف مدن ومحافظات العراق في رسالة سياسية واضحة لخصومه في الإطار التنسيقي أن الصدريين جاهزون للنزول إلى الشارع في أي وقت وتهيئتهم لحراك شعبي ضد أي خطوة لتشكيل الحكومة. الصدر أكد في خطبته التي ألقاها نيابة عنه محمود الجياشي أنه لا يمكن تشكيل حكومة في البلاد مع وجود الميليشيات والسلاح المنفلت، وأن العراق على مفترق صعب ووعر، ويجب على الكتل السياسية حل الفصائل ومحاسبة الفاسدين، مشيرا إلى أنه لا يجب إعادة المجرب وتكرار المأساة القديمة في إشارة إلى المالكي. ولا يخفى أن الصدر الذي دعا لحل الفصائل المسلحة لديه ميليشيات لها تاريخها المعروف في قتل العراقيين وتهجيرهم، وإذا كان يدعو لمحاسبة الفاسدين فإنه مشارك في جميع الحكومات الفاسدة. دعوة الصدر التي عدها مراقبون بالخطوة التصعيدية تأتي بالتزامن مع سلسلة تسريبات لزعيم حزب الدعوة نور المالكي التي هاجم فيها الصدر متهما إياه بتنفيذ مشروع بريطاني لنسف الشيعة وأخذ الحكم منهم بحسب المالكي. أنا القضية مو هيجي، القضية أخذ مشروع اسمه مشروع البريطاني يريد أن يستبيح الشيعة ويستبيح العراق مقتدى وبعدين يقتلوه ويسلمون الوضع للسنة. الإطار التنسيقي قال إن اللجوء إلى الشارع لا يحل الأزمات السياسية بل يفاقمها، مشددا على أنه لا يتراجع عن خيار تشكيل الحكومة إطلاقا مهما كانت الضغوط والتهديدات. الصراع المستمر بين أقطاب العملية السياسية لا سيما بعد مرور نحو 10 أشهر على الانتخابات دون التوصل لتشكيل الحكومة يشير إلى قرب انهيار العملية السياسية الساعية لتدمير العراق بدعم أمريكي وإيراني، إلا أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 تحاول في كل فشل تواجهه إقحام الشعب العراقي لإراقة المزيد من الدماء. أبدأ معك سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي. أستاذ حاتم، كيف قرأت دعوة الصدر التي تحدث فيها بوجوب حل الفصائل المسلحة ووجوب عدم وجود سلاح منفلت في العراق ومحاربة الفاسدين، هذه الدعوة الأخيرة كيف قرأتها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لمشاهديكم الكرام ولضيفك الكريم. حياك الله. بداية دعني أقول إن الوضع في العراق، نحن أمام وضع غير قانوني ووضع غير دستوري. هناك حكومة، يعني حكومة تصريف أعمال بلا صلاحيات، هناك برلمان فاقد للشرعية ولم يستطع خلال هذه الفترة منذ انتهاء الانتخابات وإلى يومنا هذا من تمرير التوقيتات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الوزراء بسبب إخفاق الكتل السياسية في التوصل إلى اتفاقات كما كان في الفترة الماضية. هذا النظام السياسي أنا أعتقد منذ عام 2003 وإلى اليوم أمام فشل ذريع وعلى كافة المستويات، سياسياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً واجتماعياً. البلد مفكك بشكل كبير جداً،
هناك انقسام حاد الآن، يعني عندما نريد أن نتكلم الآن عن الهزات التي تعرض لها النظام السياسي خلال هذه الفترة يعني منذ الانتخابات وإلى يومنا هذا، نقول بأنه هناك كان عزوف كبير جدا في الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر من العام الماضي، بحيث وصلت النسبة حسب تقارير الأمم المتحدة لا تتجاوز 19%، علما بأن هناك تقارير بأن تقول نسبة المشاركة كانت 12% فقط. هذا أولا. المسألة الثانية بأن هذه الانتخابات أفرزت فوز الكتلة الصدرية باعتبارها الكتلة الأكبر، وهي التي يمكن لها أن تشكل الحكومة خلال هذه الفترة، ولكن لم يجري إعطاء الفرصة للتيار الصدري لغرض القيام بتشكيل الحكومة بسبب الانقسامات الداخلية ما بين المكون الشيعي، والتي بدأت تزداد بشكل كبير جدا. وما هذه التسريبات إلا هي نستطيع أن نقول بأنها ستزيد من حدة الانقسام الداخلي للمكون الشيعي. يضاف إلى ذلك بأن هناك الآن انقسام كردي أيضا كبير جدا في مسألة اختيار رئيس الجمهورية ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وما بين الاتحاد الوطني الكردستاني، وبالتالي نحن حقيقة أمام فشل سياسي ذريع على كل بكل ما تحمله هذه الكلمة. يضاف إلى ذلك بأنه صلاة الجمعة التي دعا إليها الصدر بعد انسحابه من البرلمان وانسحاب نوابه 73 من البرلمان يعطي دلالة واضحة على أنه الانقسام وصل إلى مديات لا يمكن العودة إليها في الشارع العراقي، وقد أعطى شروطه في هذه الجمعة التي مضت بأنه إذا أردتم تشكيل الحكومة فيجب أن لا تأتوا بوجوه جديدة، لا تستخدموا المجرب لتشكيل هذه الحكومة، إخراج الفاسدين، حل الحشد الشعبي وتصنيفه وتهذيبه وما إلى ذلك من أمور أخرى، دعم الجيش والشرطة. وبالتالي أنا أعتقد بأنه النظام السياسي القادم حتى ولو تم تشكيل هذه الحكومة لن يكون قادر على تنفيذ مطالب الصدر بما طلب خلال هذه الجمعة. يضاف إلى ذلك بأن التسريبات الصوتية التي أدلى بها المالكي خلال هذه الفترة أنا أعتقد بأنها زادت من حدة الانقسام الداخلي بشكل كبير جداً، وهذا يعني بأننا سنكون أمام مشهد فوضوي خلال هذه الفترة، حتى وإن تم التوصل، لأنك الآن يعني التسريبات تقول بأنه تم الاتفاق ما بين الإطار التنسيقي على ترك الصف الأول واللجوء إلى الصف الثاني لتشكيل الحكومة المقبلة، وهذا ما يجعل بأننا نقول بأن الحكومة القادمة ستكون حكومة ضعيفة بشكل كبير جدا، لأنه هؤلاء لا يمتلكون الخبرة كما يقولون هم. هذا أولا. المسألة الثانية بأن الحكومة التي ستأتي للمشهد العراقي ستأتي على تركة ثقيلة جدا من الإخفاقات ومن عدم الإنجاز ومن فقدان الخدمات وكثير من التفاصيل الأخرى التي يعاني منها المواطن العراقي في المشهد السياسي، وبالتالي نحن أمام وضع حقيقة لا نقول بأنه ستتم فشل، لا، العملية السياسية فشلت بشكل كبير جدا خلال هذه الفترة، بحيث أيقن الآن حتى الدول التي جاءت بهؤلاء إلى الحكم، يعني عندما يتكلم المالك اليوم عن بريطانيا، من جاء بك إلى سدة الحكم؟ جاءت بك بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الطبقة السياسية الحاكمة هي جزء من مشروع الاحتلال، وبالتالي لا يمكن اليوم عندما تم فشل هذه الطبقة بأن تعلقوا أخطاءكم على بريطانيا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وهي صاحبة الفضل الأكبر بمجيئكم إلى السلطة. نعم دكتور نوري، هذه التسريبات التي هاجم بها المالكي الصدر إلى أي مدى ستعمق الخلاف أكثر والانقسامات أكثر في إطار الصراع على المناصب والنفوذ؟ الحقيقة التسريبات بالرغم من أنه هي يعني ستنقل، خلينا نقول الصراع، هي حقيقة الصراع هو عميق والخلاف هو عميق، إن كانت التسريبات أعلنت أم لم تعلن، يعني ما تحدثت به المالكي عبر هذه التسريبات أو من خلال هذه التسريبات، الكثير من العراقيين لم يستبعدوا هذا الحديث ما بين السياسيين أنفسهم. الانقسام واضح ومتعمق ومتجذر ما بين القوى السياسية للتنافس على زمام الأمور في السلطة، الهيمنة على السلطة، وهو الحصول على السلطة، يعني أكثر من مرة أقول لتحقيق أو لتمكين هذه القوى من مقدرات البلد، بالتالي من نهب ثرواته. هذا التسريبات حقيقة هي راح تسهم بشكل أكبر وأسرع وإلى انتقال هذا الصراع من الصراع ما بين السياسيين إلى الصراع الشارع، إلى الصراع الشعبي، إلى الصراع الجماهير. لذلك يعني أشار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدته بأنه
هو بريء أمام الناس إذا تعرض المالكي لحادث، وقد يدخل الطرف الثالث للاستفادة من هذا الموضوع. وكذلك بيان حزب الدعوة بأنه حزب الدعوة لن ينجر إلى الفتنة. هم استشعروا في هذا الانتقال أو انتقال الصراع من الصراع الداخلي كقوة سياسية إلى صراع شارع، والصراع الشارع صراع لا يمكن ضبطه من أي قوة كانت، حتى وإن كانت تمتلك ميليشيات ولديها القدرة في يعني بالآلة العسكرية مثلا فرضها على فرض يعني سلطة. تقصد بصراع الشارع هو الصراع بين الميليشيات المسلحة في الشارع العراقي؟ أكيد طبعا هو الشارع العراقي، حتى نكون واضحين. شوف مثلا يعني اليوم عندما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لصلاة جمعة، هو جاء بجمهوره الذي انتخبه، تمام؟ والصراع الذي ممكن أن يكون ما بين جمهوره وجمهور دولة القانون أو حزب الدعوة، فبالتالي مو ما بين الناس، أكو فرق. شوف قد ما ظهر حجم الجمهور لأي كتلة من الكتل السياسية الموجودة اليوم في السلطة، إن كانت انسحبت كالتيار الصدري أو غير منسحبة، هي لا تشكل أكثر من 19% من الذين شاركوا في الانتخابات من الشعب العراقي. بالتالي هذا العدد مهما ظهر في شاشات التلفاز وملأت شوارع أو الشارع أحد الشوارع الرئيسة في الثورة، هو لا يمثل الجمهور العراقي. نعم. برمته. أما إحنا أمام جمهور وأمام شارع سياسي وأمام جمهور وشارع شعبي. الشارع الشعبي بعيد تماما عن هذه الصراعات. يعني هو الشارع العراقي، العراقيون كثيرا ما يتساءلون ما الذي نجنيه نحن من صراع السياسيين على المناصب، لذلك لم يشترك. لذلك هو الشعب العراقي ترى واعي، يعني الجمهور العام السواد الأعظم من الشعب العراقي واعي لما يحدث، ويدرك ما يريدون هؤلاء السياسيين في القابضين على السلطة، فبالتالي لم يشارك في الانتخابات، لم يشترك في مظاهراتهم في فعالياتهم. جمهورهم هو الذي يشترك، وجمهورهم لا يشكل النسبة الكبيرة. طيب. من المجتمع، ولكن الخطر وين؟ الخطر جمهورهم يمتلك السلاح. طيب، ولكن هنا اسمح لي أستاذ حاتم، يعني من عام 2003 وإلى الآن الصدر يشكل جزءا مهما في العملية السياسية، له فصيل مسلح أو فصائل مسلحة، له وزراء في الحكومة، له اشتراك فاعل يعني بشكل كبير. خلال هذا التوقيت يظهر هذا يعني ما يسميه مراقبون أنه يعني مناورة، أو هو انسحاب، أو هو فعلا ترك الحكومة. لماذا الآن، لماذا في هذا التوقيت تخرج هذه التصريحات من زعيم التيار الصدري؟ نعم، لا شك بأنه العملية السياسية الآن وصلت إلى طريق مسدود حقيقة. عندما أقول إلى طريق مسدود، بأنه لا يمكن لبنية هذا النظام السياسي أن تنتج دولة حديثة تقوم بتلبية على الأقل مطالب الشعب العراقي. وبالتالي هناك الآن تفهم لهذه القضية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل بريطانيا التي جاءت إلى احتلال العراق خلال الفترة الماضية. يعني مظاهرات تشرين أو الحراك السني الذي انطلق عام 2011، ثم جاءت بعد ذلك سيطرة تنظيم الدولة على مناطق كثيرة من العراق، ثم بعد ذلك مظاهرات تشرين التي بدأت عام 2019. هذه الرسائل أدرك من خلالها النظام الدولي بأن البلد أو العراق بشكل عام مقبل على تغيير كبير جدا. هذا التغيير قد لا يكون في صالح هذه القوى العالمية التي جاءت لإحتلال العراق، وبالتالي هناك مراجعات. هذه المراجعات نستطيع أن نقول إقليمية، وهناك مراجعات دولية، إضافة إلى ذلك بأن هناك مراجعات داخلية بالنسبة للصدر. الصدر هو جزء من العملية السياسية منذ اليوم الأول وإلى يومنا هذا، حتى عندما دعا إلى صلاة الجمعة في مدينة الصدر خلال هذه الجمعة الماضية، هو دعا السنة ودعا الأكراد. هو يريد أن يخرج من بودقة الطائفية وينتقل إلى بودقة الوطنية، باعتباره أنه دعا السنة ودعا الأكراد. حتى الخطاب كان خطاب موجه باتجاه المناطق المحررة، بأنه أنتم يعني لولاكم لما تم تحرير هذه المدن وما إلى ذلك من خطاب. الصدر يدرك جيدا بأن مركب العملية السياسية في العراق إلى غرق، وبالتالي بدأت الناس تقفز من هذا المركب الآن، رغم أنه فاز بالكتلة الأكبر وبأعداد كبيرة جدا يعني تؤهله لتشكيل
الحكومة، ولكن مع هذا هو ترك الحكومة هذه لأن يعرف بأن هذه الحكومة لن تقدم أي شيء للشعب العراقي خلال الفترة المقبلة. من ضمن توقعاتك أستاذ حاتم، يعني المالكي ضمن التسريبات قال إنه سوف يهجم على النجف لقتال مقتدى الصدر، من وجهة نظرك يعني كيف سينعكس هذا على الملف الأمني في العراق، على الوضع الأمني، المشهد الأمني في العراق؟ هل سيشهد العراق مستقبلا يعني صراع مسلح في الشوارع؟ هل هذا الأمر ممكن تحقيقه أم أن إيران ربما لا تسمح بذلك؟ نعم، دعني أقول في البداية بأن هذه التسريبات تعكس عمق الانقسامات والخلافات الداخلية في المكون الشيعي، على الرغم بأنهم خلال الفترة الماضية إلى الانتخابات الأخيرة يعني كانت تقريبا هناك توافق على تشكيل الحكومات ما بين جميع الكتل، بحيث الجميع يأخذ حصته من تشكيل هذه الحكومة، سواء كانوا شيعة أو كانوا كرد أو كانوا سنة أو بقية المكونات الأخرى. بعد عام 2019 أدرك الجميع بما فيهم الصدر بأن تشكيل هذه الحكومة لن يغير من قواعد اللعبة في العراق، ولن يؤدي إلى تغيير حقيقي يأتي بالمنفعة على الشعب العراقي. وبالتالي هذه التسريبات أولاً زادت من الانقسامات الداخلية بشكل كبير جداً، زادت من حدة الانقسام الداخلي وزيادة في التوتر أيضاً بشكل كبير جداً ما بين المكون الشيعي. يضاف إلى ذلك لو رجعنا قليلاً إلى الخلف يعني خلال الفترة الماضية نرى بأن هناك الكثير من الإشكالات المسلحة التي حدثت، اغتيالات واغتيالات متبادلة ما بين التيار الصدري مثلاً وما بين جماعة العصائب من قيس الخزعلي، وما جرى في مدينة العمارة هو خير دليل، عندما كانت هناك قتلات متبادلة فاتفق الطرفين على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وحل الإشكالات. هذا يعطي دلالة واضحة على أنه هم لا يريدون أن ينزلقون إلى الحرب الأهلية الداخلية فيما بين المكون الشيعي، هذا أولاً، ويدركون بأنه الجميع خاسر من هذه الحرب، سواء كان الصدر أو سواء كانت بقية المكونات الأخرى. فلذلك عندما اتفقوا على تشكيل لجنة أولاً أعطوا دلالة واضحة بأنه لا توجد هناك دولة، لا يوجد هناك قانون، ولا يوجد هناك دستور، هناك دولة مختطفة من قبل قوى سياسية مسلحة ومتصارعة على السلطة وعلى النفوذ وعلى المصالح. إذن نحن نتكلم حقيقة لحد هذه اللحظة عن قوى متصارعة بشكل كبير جداً، ومنها من تنفذ أجندة خارجية تابعة لإيران خصوصاً يعني، وقد تكون هناك جهات أخرى سياسية تابعة إلى جهات أخرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. إذن نحن نتكلم حقيقة يمكن أن تكون هناك مناوشات في الفترة المقبلة، ولكني أعتقد بأنها ستكون محدودة جداً، لأن الجميع يدرك بأنه مسألة الذهاب إلى حرب أهلية مفتوحة ما بين المكون الشيعي سيضعف الجميع، وبالتالي إيران لن تسمح بالانزلاق إلى هذا الأمر، المرجعية في النجف أيضا لن تسمح بانزلاق الأمور إلى هذا الوضع المخيف والرهيب، والذي قد يؤتي على كثير من الامتيازات التي حصل عليها المكون الشيعي خلال الفترة الماضية. وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك احتقان كبير جدا، هذه التسريبات ستؤثر حتى على ملف تشكيل الحكومة، يعني وهي أثرت بشكل كبير جدا، يعني عندما يتم استثناء الخط الأول الذي يشمل المالكي ويشمل العامري ويشمل الحكيم ويشمل فالح الفياض، أنا أعتقد واللجوء إلى الخط الثاني الذي يشمل وجوه قاسم الأعرجي، عبد الحسين عبطان وكثير من الشخصيات الأخرى، علي شاكر، إذن هم يدركون بأنه مسألة تولية المالكي لفترة قادمة لن يحصل له تأييد. يضاف إلى ذلك بأنه الوضع الإقليمي والوضع الدولي هو رافض لتولي المالكي لأي حقيبة مقبلة من رئاسة الوزراء. إذن نحن أمام حكومة من الصعب أن يتم تشكيلها بوضع داخلي منقسم، وضع إقليمي رافض لما يجري لمعطيات العملية السياسية في العراق، ووضع دولي يراقب في العراق ويرى بأن التغيير قادم، ويجب أن يكون هناك تلبية لمطالب المظاهرين والشعب المحتقن بشكل كبير جدا نتيجة فشل العملية السياسية وفشل هذه القيادات في إدارة وقيادة البلد خلال الفترة الماضية. طيب دكتور نوري، يعني هل من المعقول أن أمريكا تنتج هذه الحكومة العبقرية من عام 2003 والحكومات المتعاقبة؟ بعض العراقيين يعني يتندرون أو يتهكمون على
هذه الحكومات، يقول 10 أشهر الحكومة لا تشكل، متى تشكل؟ يعني وكأنها حكومة سنغافورة أو حكومة السويد أو حكومة ألمانيا لكي تنقذ العراقيين من براثن هذا الانزلاق الاقتصادي. المهم يعني حكومات، حكومة تشبه حكومة. الوضع الإقليمي مثل ما تفضل الأستاذ حاتم رافض لتشكيلها على غرار المالكي أو ما سبق. ترى يعني هنا يعني من وجهة نظرك كيف أو أين، إلى أين يتجه العراق، العراقيون؟ هل هذا الصراع بين شركاء العملية السياسية هل هو من مصلحة العراق؟ شوفوا الصراع الحقيقة السياسيين أو الشركاء في الحصول على المغانم في السلطة هو صراع شخصي بعيد تماما عن مصلحة الوطن ومصلحة الناس. يعني المواطنين العراقيين بشكل عام ما لهم مصلحة في تشكيل أي حكومة من 2003 لحد اليوم حقيقة، يعني منذ بدء اللحظة الأولى في تشكيل حكومات وفق المحاصصة الطائفية المقيتة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والتأثير الإيراني على إدارة العراق هي لم تنتج أي جانب إيجابي للدولة العراقية، فبالتالي لم يتمكنوا من بناء دولة. لحد اليوم نحن لا يمكن لنا أن نقول نحن الآن دولة لديها مؤسسات وهذه المؤسسات هي من تدير الدولة، فلذلك الصراع على الشخصيات. ولا إحنا لو لدينا دولة تمتلك مؤسسات هي تدير شؤونها، الأشخاص لا يمكن أن يكونوا هم أصل الصراع أو مصدر الصراع. نحن لحد اليوم الشخصيات، شوف هنا حتى محل الشاهد عندما يقول زعيم التيار الصدري في رسالته في الجمعة على المالكي ومن يلوذ به من الفاسدين، هذا دليل على أنه لدينا اليوم شخصيات رمزية هي تأثر بشكل كبير على إدارة الملف الدولة، وهذه الشخصيات هي مدعومة خارجيا، مدعومة خارجيا، بالتالي كل حكومة جتي هي تشبه نفسها. من أين مدعومة؟ الدعم واضح، بداية هو الراعي الرسمي للاحتلال، الراعي الرسمي للحكومات هو الاحتلال الأمريكي والتأثير الإيراني، واضح بشكل كبير، يعني ما يحتاج إلى هذا تفسير. والصراحة هو واضح، وهذا أيضا حتى إحنا مو لأنه مثلا محللين ومتابعين ندرك ما يفعلون، هم يعترفون الآن بشكل كبير. بال 2010 إذا تسمح لي، بال 2010 هوشير زيباري كان وزير خارجية وقالها بوضوح وبتصريح واضح، الانتخابات تجري إقليميا بامتياز. والمالكي في هذا الصراع الحالي، في هذا الصراع الحالي عندما يتحدث عن التحالف الثلاثي يقول هذا مشروع، لديهم مشروع ولدينا مشروع، ويتحدث عن الجانب الإيراني كيف يحاججونه بعدم التدخل وقبول التدخل. نريد أن نفهم نقطة طبعا هو ذكرها الأستاذ حاتم، ولكن رأيك فيها، يعني عندما يتحدث أو قال الأستاذ حاتم أنه الوضع في العراق الإقليمي والدولي قد تغير، لا يريدون حكومة على غرار المالكي، لماذا تغير من وجهة نظرك؟ يعني شوف كوجهة نظر بغض، يعني حتى وإن نحن باستمرار نتحدث نقول الدور الإيراني والدور المحتل الأمريكي للعراق ما يردون دولة تكون دولة يعني ينتعش فيها الاقتصاد ويستتب الأمن وغير، كل هذا احنا دائما نتحدث به، ولكن مو بالمطلق، مو بالمطلق، والأوراق لديهم يجب أن تتغير. هم يريدون أن يراعوا أو يرعوا مصالحهم في العراق، كيف ممكن ومتى ومن يرعى هذه المصالح؟ مو بالضرورة هم يتمسكون بسين أو صاد من السياسيين الذين جاءوا بهم وتمسكوا السلطة ومسكوا السلطة من 2003 لحد اليوم بالضرورة أن تبقى. ولكن هنا برغم كل هذا المشهد التأثير هو ما زال مستمر وما زال واضح، والعراق هو ما بين الاحتلال والأسر. المشكلة الأعظم والأكبر في الحكومات المقبلة والحكومات التي شهدناها، حكومة المالي الكاظمي وحكومة أيضا عادل عبد المهدي، هي فشلها بسبب تأثيرها الخارجي الإيراني تقصد،
وخصوصا مو فقط الإيراني يعني أنا هنا هو الإيراني أكيد يعني طيب. بس المشكلة وين حقيقة؟ يعني اليوم مثلا اتفقوا أن يشكلوا حكومة من الصف الثاني، خش راح يستمر تأثير المالكي والعامري بالحكومة، راح يستمر تأثير هذه الشخصيات على أداء وسلوك الحكومة، فبالتالي نعيد إنتاج نفس العملية، يعني نفس تشكيل هذه الحكومة، نفس الحكومة السابقة طيب. سبقتها والأسبق، بالنتيجة تكون الحكومة هي مو حكومة كاملة الصلاحيات بإدارة مستقلة بذاتها بقراراتها لمصلحة الناس، هي راح تكون حكومة وكأنه مكتب يدير شؤون القوى السياسية للأحزاب التي تقاسمت هذه الحكومة وهي موجودة في البرلمان، ومن خلال هذا البرلمان هي تكون طيب. تكون هذه الحكومة هي تدير شؤون هذه الأحزاب. طيب دكتور أستاذ حاتم، دائما المالكي يستخدم مصطلحات ليست بجديدة معروفة، يعني دائما كمصطلح سيأخذون الحكم من الشيعة مثل ما يتحدث، ومن المفترض أن تكون الحكومة وظيفتها وواجباتها هي إدارة الدولة، يعني ليس التخندق في التخندق الطائفي والكلام بطائفية، يتحدث عن السياسيين يصفهم بأنهم حاقدون لأنهم كذا وكذا وكذا. يا ترى ثورة تشرين التي رفضت هذا الطرح ورفضت هذا الكلام وهذه المصطلحات وأسقطت الصنم الطائفي، هل لا زال المالكي على أمل أن يحيي هذا الصنم الطائفي أو هذا الغول الطائفي الذي يعني سبب للعراقيين الكوارث والمصائب ليس آخرها السياسيين الذين يعني أوغلوا في نهب المال العام وكذلك في ضياع حقوق الإنسان العراقي؟ نعم، دعني أقول بأن المالك يدرك جيدا والطبقة السياسية التي تحكم العراق خلال الفترة الماضية تدرك جيدا بأن التخندق الطائفي هو العامل الوحيد الذي يؤدي إلى استمرارهم في الحكم في العراق. طيب. وبالتالي هم يحاولون إعادة الشارع أو تخويف الشارع الشيعي الآن بأنه الحكومة القادمة يمكن أن تكون سنية وبالتالي ستكون هناك اعتقالات وما إلى ذلك، أو تعاد الفترة التي كانت قبل عام 2003، ويحاولون أن يعيدون اصطفافات طائفية جديدة لكي يبقوا في السلطة لفترة مقبلة. دعني أعرج على قضية أخرى قبل أن أجيب على بعض التساؤلات الأخرى. تفضل. مسألة التغيير الآن، يعني أنا عندما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية تسألني هل تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك تغيير في العراق؟ طبعا الإجابة لا، الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يكون هناك عراق قوي وحديث وله سيادة ومحترم من بقية الدول، تريد عراق ضعيف مهلهل، وإسرائيل كذلك تريد نفس الشيء، وإيران أيضا، لكي يبقى العراق مرتع للمخابرات الأجنبية وللتدخلات الخارجية التي تعبث بمصالح العراق العليا الداخلية والخارجية. لذلك هم لا يريدون التغيير، ولكن الشارع العراقي المنتفض وخاصة يعني مظاهرات تشرين أجبرت الجميع على إعادة الحسابات، فهم يتخوفون من أن يأتي حكم للعراق يكون هذا الحكم خارج السيطرة الأمريكية أو البريطانية أو الإقليمية، وبالتالي هم يحاولون تأخير هذا التغيير الآن، يحاولون كبح جماح هذا التغيير من خلال ضرب المتظاهرين، اعتقالات، الشهداء وصلوا إلى أكثر من 1000، الجرحى أكثر من 32,000، المعتقلين بكثرة، مطاردة القيادات، الكثير من أنواع العنف والتعذيب التي استخدمت في الفترة الماضية هي لإيقاف حركة المظاهرات. الآن حتى مسألة المستقلين الموجودين في الداخل الآن في داخل العملية السياسية الذين فازوا بعدد من التمدد وغيرهم من المستقلين، يعني هم يحاولون الآن بكل تقديم مغريات كبيرة جدا لكسب هؤلاء إلى صفهم. يعني عندما نتكلم احنا 18 سنة الآن أو 20 سنة، 20 سنة الإطار التنسيقي حزب الدعوة هو الذي يحكم، ثم بعد ذلك المجلس الأعلى عادل عبد المهدي، ماذا قدموا للعراق من خدمات؟ لم يقدموا شيء إلى العراق، وبالتالي يصرون على إعادة تشكيل هذه الحكومة من قبل الإطار أيضا. طيب إذا هي نفس المعطيات لا يمكن لك أن تأتي بتغيير. أولا بنية النظام السياسي في العراق لا تسمح بالتغيير، الدستور الذي وضعه المحتل وكتبه اليهودي فيلدمان نوح، هذا الرأي لا يمكن له أن يسمح بإجراء تغيرات تؤدي إلى بناء دولة حديثة في العراق.
يعني الآن عندما تكلم عن مصالح العراق العليا، يعني عندما ذهب الكاظمي إلى قمة جدة قال بأننا لن نكون ضمن سياسة المحاور. طيب عندما لا تكون ضمن سياسة المحاور ماذا تفعل الميليشيات الآن التي تقاتل في سوريا؟ أليس ضمن المحور الإيراني وتنفذ عمليات لقتل الشعب السوري واليمني أيضا؟ عندما تقول بأننا لن نسمح بأن يكون أرض العراق منطلقا للهجوم على جيرانه، ماذا تفعل منظمة البككة في جبال قنديل وفي سنجار؟ يعني تناقضات يعني عندما نتكلم من يحدد مصالح العراق العليا الآن؟ هل الحكومة تحددها؟ لا أحد يعرف من يحدد يعني هناك الآن في كل دولة وثيقة تسمى الوثيقة الوطنية. هذه الوثيقة الوطنية فيها الكثير من الثوابت الوطنية التي لا يمكن لأي حكومة أن تأتي لحكم البلد أن تخرج عليها، وبالتالي يتم الاستمرار في البناء التراكمي للدولة. أربع سنوات بعد أربع سنوات هناك خطط وضعت، هناك تنفيذ لمشاريع. نحن في العراق من عام 2003 إلى اليوم ما هي المشاريع التي نفذت؟ ليس هناك مشاريع إلا المشروع الطائفي الذي يستثمر فيه بشكل كبير جدا لحد هذه اللحظة. فلذلك نرى بأننا من فشل إلى فشل، يعني هذه الطبقة السياسية فشلت طوال الفترة الماضية. لماذا أأتي الآن لكي أراهن مرة أخرى على أنها ستأتي وتنجح؟ لا يمكن، يعني لأنها أولا ارتباطات وتدخلات خارجية كبيرة جدا في المشهد العراقي ولها تأثير على هذه الطبقة السياسية الحاكمة. ثانيا بأنه الآن أي بلد تذهب إليه يجب أن يكون هناك توافق سياسي. العراق لا يوجد فيه توافق سياسي. يعني هل تعتقد أستاذ حاتم أن ما يجري الآن من يعني من تغيرات في العالم وخصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، هل تعتقد أنه يلقي بظلاله ربما على المشهد في العراق وينسحب العراق إلى هذا الأمر فتحصل فيه تغييرات ما من وجهة نظرك، أم أن العراق خارج إطار هذه الحسابات؟ حقيقة يعني الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير جدا على جميع دول العالم. ما يجري في العراق الآن، هل الآن ما يجري في العراق، يعني دعني أقول لك يعني مسألة بسيطة أعرج عليها قبل أن أنساها. يعني عندما يذهب الكاظمي ويتفق على مسألة الربط الكهربائي، الآن أحزاب السلطة تسمي بأن هذه خيانة عظمى إلى العراق. خيانة عظمى بأنه يذهب الكاظمي ويتفق على مسألة الربط الكهربائي لأن العراق يعاني من هذه القضية بشكل كبير جدا. يعني فتصور أنت مدى الإشكال الداخلي الموجود في العراق. يعني هناك إشكال كبير جدا، طبعا علما بأنه العلاقات التي نسجت مع الكاظمي خلال هذه الفترة نسجت قبلها في حكومة حيدر العبادي ولكنها لم تنجح. لماذا لم تنجح؟ لأن إيران لن توافق على أن يكون العراق لديه علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي. يجب أن يبقى العراق هو البوابة والحديقة الخلفية لإيران، يجب أن يكون الرئة والمتنفس الاقتصادي لإيران. طيب. بسبب العقوبات التي فرضت على إيران، وبالتالي يجب العراق أن يستورد الكهرباء من إيران وبضعف السعر، ويستورد الغاز أيضا من إيران وبأضعاف مضاعفة للسعر الموجود في الأسواق العالمية. لا بل يتم بناء محطات للطاقة في إيران بأموال عراقية. أستاذ دكتور نوري، من وجهة نظرك يعني ثورة تشرين ثورة سلمية طالبت بحقوق الشعب العراقي في وطنه، طالبت بوطن، ثورة سلمية. ما موجود في العراق الآن ميليشيات مسلحة، يعني باعتراف الزعماء السياسيين المتصارعين على المناصب والنفوذ بأنه ينبغي حل هذه الميليشيات وإلى آخره. المال والسلاح بيد هذه الميليشيات، الشعب أعزل، سلمي يطالب بالتغيير، هناك تغييرات إقليمية ودولية مثل ما تفضل بها الأستاذ حاتم. هل هذا الأمر أو القرار أو التغيير ممكن أن يكون فعلا بيد الشعب وهو ما يتخوف منه العامل الإقليمي والدولي؟ شوف دكتور، الحقيقة أنه كل تاريخ الثورات الشعبية في العالم بشكل عام هو الشعوب باستمرار الشعب دائما سلمي. الشعب ما عنده سلاح، السلاح إذا كانت هنالك دولة أو دويلات في دولة هو السلاح بيد القوى المهيمنة على الدولة، والشعب أكيد هو راح يكون ثائر من دون سلاح. فالاستمرار الإرادة الشعبية هي أقوى من سلاح الميليشيات حقيقة، وأقوى من سلاح أي دولة كانت يعني تتصرف بطريقة تعسفية مع شعبها. الشعب هو صاحب القرار بنهاية المطاف. ثورة تشرين أثبتت وأنعشت صدور اليائسين، يعني كثير من العراقيين يأسوا الإصلاح في العراق،
وبات التفكير بالهجرة أو بات التفكير بالهجرة من العراق هو وسيلتهم الحتمية، خصوصا يعني الآن الوضع الاقتصادي سيء جدا، الوضع الأمني سيء كلها، يعني من 2003 لحد اليوم الشباب العراقي باستمرار أي شاب عراقي تواجهه هو يفكر بالهجرة. ليش يفكر بالهجرة؟ هو تدريجيا اليأس بدأ ينتشر، ولكن ثورة تشرين حقيقة الشباب أثبتوا للعالم، بداية تلاحم الشعب العراقي بطريقة صحيحة وغير طائفي، الطائفية قتلوها وصرخوا بصوت واضح إنه العراقيين غير طائفيين، والعراقيين همهم الأساسي والرئيسي هو وطنهم العراق. الطائفية هي السلاح أو الأدوات، القوى السياسية التي جاءت بعد 2003 وتزعمت السلطة برعاية الاحتلال والدور الإيراني. فبالتالي هذا شوف الإرادة العالمية مو بسهولة راح تقبل التغييرات الشعبية. التغييرات الشعبية هي ليش رفضها؟ ليش طالعة؟ التغييرات الشعبية طالعة لأن ترفض هذا الوضع المأساوي اللي عايشته بإدارة هذه الحكومات اللي هي جاي تتحرك برعاية الاحتلال والتأثير الإيراني. فبالتالي أكيد ما راح يساعدون الشعب العراقي على الثورة ضد هؤلاء، وراح تواجههم صعوبات. وشهدنا يعني ممثلة الأمم المتحدة ما كان دورها إيجابي مع الشعب العراقي في ثورة تشرين، كان دورها بالعكس إيجابي للحفاظ على العملية السياسية المبنية وفق المحاصصة الطائفية، لم تكن مع ثورة تشرين، ولذلك شباب تشرين رفضوها وانتقدوها بعدة مواطن ومشاهد يعني في تصريحاتها. المهم أنه العوامل التي أنتجت ثورة تشرين ما زالت موجودة، بل يعني الآن هي في تضخم وازدياد، وهذا التضخم والازدياد قد يؤتي بثورة أكبر من تشرين حقيقة في قابل الأيام، ممكن أن تحقق حقيقة الانتصار على هذه القوى القابضة على أنفاس العراقيين، والتحول الحقيقي والتغيير إجباري يكون على العالم، والإرادة الدولية يعني تكون مجبرة للاستجابة على إرادة الشعب العراقي. وكما تحدث أستاذ حاتم، حقيقة يعني بات من يشعر اليوم بالقلق من هذا التغيير الحتمي الذي وصل إلى يعني مراحل متقدمة في قد يكون تنفيذه بثورة شعبية. فبالتالي قام يعالج أو يعالجون مواقفهم السياسية ومواقفهم الحزبية في الدعوات للإصلاح والدعوات لمحاسبة الفاسدين وإلى تنظيمات حتى حزبية جديدة، كل هذه يعني يبحثون عن أدوار جديدة لهم في التغيير الذي ممكن أن يحصل في قابل الأيام. في إطار التحالفات الإقليمية والدولية وما يجري الآن على مستوى العالم من تداعيات وانعكاسات الحرب الروسية على أوكرانيا وزيارة الرئيس الأمريكي وإلى آخره، ترى في العراق العامل الإيراني، هل تراه أستاذ حاتم أنه يضعف في العراق المتحكمات الدولية أقوى من العامل الإقليمي الإيراني في العراق؟ نعم، بشكل عام يعني الوضع الإيراني الآن، إيران تعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا، يضاف إلى ذلك بأن هناك فشل في الاتفاق على الملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يزيد من الأعباء على النظام الحاكم. يضاف إلى ذلك بأن دول المنطقة الآن أصبحت حقيقة تتحسس من التوسع الإيراني الذي بدأ يخرج عن النطاق المقبول يعني، والدليل على هذا بأنه الأردن لم يسبق له أن يتكلم عن النفوذ الإيراني في سوريا، ولكن خلال هذه الفترة نرى بأن التصريح على أعلى المستويات، لأنه يتخوف من ميليشيات إيرانية ممكن أن تكون قريبة. نعم، هو قال بأنه كنا ننظر إلى التواجد الروسي بإيجابية، ولكن تقليص التواجد الروسي بسبب الحرب مع أوكرانيا أدى إلى تمدد إيراني في هذه المنطقة، وهناك ميليشيات تعمل الآن، وهناك مصادمات ما بين حرس الحدود الأردني وما بين الميليشيات التابعة لإيران، هي تقوم الآن بتهريب الأسلحة وتهريب المخدرات. في ضوء هذه المستجدات، يعني كيف تنعكس على العملية السياسية التي ذكرت أستاذ حاتم أنها في منزلق ويهوي بها إلى هوة سحيقة؟ نعم، لا شك يعني الوضع في العراق الآن وضع مقلق. إيران الآن تريد بقاء الوضع العراقي وتريد التهدئة، لأنه أي تصعيد في العراق الآن
قد يؤدي إلى إشكالات كبيرة جدا في الداخل الإيراني، لأن إيران تعتمد على العراق بشكل كبير جدا فيما يخص كثير من الواردات المالية، يضاف إلى ذلك مسألة تصدير الكهرباء، تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، يضاف إلى ذلك بأن هناك شركات إيرانية كبيرة جدا وعديدة تعمل في العراق، وهناك ميليشيات تابعة في العراق تنفذ أجندة إيرانية. الآن الوضع الميليشيات التابعة لإيران في العراق هو وضع مقلق جدا، هناك تغيير، هناك انتفاضة في الشارع العراقي واضحة جدا، هناك جهات كثيرة الآن بدأت تنادي بالتغيير، هم يرون الآن حتى في مسألة الصدر يعني يعتبرون بأن هذا هو مهدد للوضع الإيراني في العراق، وبالتالي يحاولون الآن يعني حتى مسألة القمة ومحاولة سحب العراق إلى الأجندة العربية، ترى إيران بأن هذا مهدد بالنسبة للتواجد الإيراني في العراق وفي دول المنطقة. الآن هي تحاول، الآن هناك دعوة، الآن دعوة عن طريق تركيا يعني بأنها تريد الجلوس مع الدول العربية للاتفاق على وضع آمن في المنطقة. أستاذ حاتم، الآن العراق في أسوأ حالاته، شح مياه، تلوث، وضع اقتصادي سيء ومتدهور، قطاعات خدمية منتهية، بطالة، نسب فقر متزايدة في العراق. الآن في ضوء هذه العملية السياسية ونظام المحاصصة والعامل الإقليمي والعامل الدولي وثورة سلمية تم قمعها بالحديد والنار، كيف تنظر إلى العراق؟ كيف تنظر إلى وضع المواطن العراقي في المستقبل؟ هل سيستسلم؟ هل ستكون هذه 20 سنة هناك 20 سنة أخرى مثلها؟ هذا السؤال حقيقة يحيلني إلى التصريحات الجديدة للإطار التنسيقي، طيب، الذي قال في البداية بأنه سيشكل حكومة توافقية، ومعنى توافقية بأن تشترك فيها جميع الأطراف، وإذا اشتركت فيها جميع الأطراف فبمعنى أننا سنكون أمام نفس النتائج التي خرج بها العملية السياسية في الفترة الماضية. بعد ذلك غير الخطاب وقال بأن هذه الحكومة هي حكومة خدمية، حكومة يتصالح فيها الطبقة السياسية مع أبناء شعبهم، وهذه تصريحات جديدة بالنسبة لأنه أدركوا بأنهم وصلوا إلى طريق مسدود وأن يجب عليهم أن يكون هناك تغيير. ولكن المشكلة أين تكمن الآن؟ المشكلة تكمن بأنه ستكون هناك جمعات أخرى للصدر، هذه الجمعات ستكون بناء على تشكيل الحكومة الآن التي يرمي الإطار تشكيلها في العراق، وهذا سيكون له تداعيات كبيرة جدا. يعني الصدر لا يمكن له أن يقبل بأن يفوز بالانتخابات ثم ذلك يمنع من تشكيل الحكومة ثم يأتي لكي يسلم هذه الحكومة إلى الإطار التنسيقي أو إلى جماعة المالكي مثلا أو إلى غيره من 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 القوى السياسية الأخرى ويقف متفرج على المشهد السياسي. أبدا، سيكون الصدر له دعوات لجمعات أخرى، وسيكون هناك تصعيد خلال الفترة المقبلة بناء على أداء الحكومة المقبلة. يضاف إلى ذلك بأننا عندما نتكلم الآن الكرد لم يتفقوا على منصب رئيس الجمهورية، بمعنى هذا قد يأتون إلى البرلمان بمرشحين، إذا فاز مرشح الاتحاد الوطني اللي هم جماعة بافال الطالباني فهذا يعني بأن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني سيكون غير راضي على تشكيل هذه الحكومة خلال الفترة الماضية، خصوصا وأنه لا توجد هناك توافقات ما بين الكرد وما بين الحكومة التي مزمع تشكيلها خلال هذه الفترة، بمعنى سيكون الصدر خارج المشهد، سيكونون الاتحاد الديمقراطي خارج. طيب انظر إلى شرعية هذه الحكومة المقبلة كيف ستكون. حقيقة نحن أمام إشكال حقيقي في العراق، يعني رغم بأنه أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير جدا، هناك واردات مالية كبيرة جدا يمكن أن يكون من خلالها تغيير حقيقي في العراق وفي أسرع وقت، ولكن المشكلة بأنه هذه الطبقة السياسية لا تستطيع التغيير. أولا بنية النظام السياسي في العراق لا تسمح، بدءا من الدستور المحاصصة الطائفية، ثانيا التدخلات الخارجية وتأثيرها على الداخل العراقي وبالأخص إيران، المشكلة الثالثة فساد الطبقة السياسية التي تتولى حكم العراق. نحن أمام مشاكل يعني حقيقة متراكمة بشكل كبير جدا، لذا أنا أعتقد بأن الوضع العراقي سيتطور خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن الصدر قال لن أشترك في هذه الحكومة وسأنظر إلى الأداء الذي سيكون من قبل، من ضمنها مثلا لا يمكن تشكيل حكومة ومع وجود ميليشيات منفلتة، كيف ستتعامل هذه الحكومة؟ المالكي يقول لا ثقة لنا بالجيش في التسريبات، لا ثقة لنا بالشرطة، وسنقوم بحماية أنفسنا بتشكيل ميليشيات.
إذن نحن نتكلم لا توجد دولة. والميليشيات أصلاً متشكلة ويعني لا نفهم ماذا يجري في. لا توجد دولة يعني نحن أمام لا دولة، نحن أمام مراكز قوى متصارعة على السلطة وعلى النفوذ في العراق، وهذا ما يجري بضياع مصالح البلد العليا. يعني المصالح الاستراتيجية من يحددها الآن في العراق؟ هل تحددها الميليشيات التابعة لإيران أم يحددها المالكي أم من يحددها؟ يعني أما يحددها رئيس الوزراء الذي لا يملك من أمره شيء، من يحددها؟ طيب المصالح المؤقتة من يحددها في العراق؟ سياسة العراق الخارجية من يحددها الآن في العراق؟ لا توجد دولة. نحن أمام فشل سياسي بكل ما تعنيه هذه الكلمة. يعني الآن حتى الدول العربية تدرك جيدا بأنه لا يمكن إجراء أي توافقات أو أي اتفاقات مع العراق، لأنه الحكومة الموجودة لا تملك من أمرها شيء في العراق، غير مؤثرة. طيب. هناك جهات كثيرة لا تستمع لها. نعم. طيب في دقيقة أو دقيقتين دكتور، المواطن العراقي كيف ينظر إلى ما يجري في بلده؟ كيف ينظر إلى هؤلاء المتسلطين على رقابه؟ كيف ينظر إلى حكومات فاسدة، حكومات حرامية، حكومات لم تقدم شيء، لم تبني شيء سوى التخندقات الطائفية وسوى التحزبات وسوى إلى آخره من أمور أدت إلى تدهور الاقتصادي وتدهور الأمني وإلى آخره؟ شوف الحقيقة من خلال يعني قراءاتنا للتقارير الإعلامية الأكثر متابعة من الجمهور، يعني الجمهور العراقي اليوم مثلا يتابع التقارير الإعلامية اللي يقومون بها الصحفيين واللي هي أكثر إثارة وأكثر متابعة، هي التي تسلط الضوء على ما يهم الناس من قضايا البطالة، النفايات، يعني القضايا اللي تهم الناس بشكل مباشر، و يعني من قضايا الملف الاقتصادي والأمني إلى ما شاكل ذلك حتى البيئة. نعم. هذني حقيقة لم تكن هذه الملفات التي تشغل الناس، يعني المواطن العراقي كيف ينظر لهذه الحكومات، لهذه الملفات التي تشغل الناس حقيقة من خلال هذه المتابعة القراءة لهذه الملفات، يعني تجعل من تتضح الفجوة ما بين الحكومة أو الراغبين على أو المسيطرين على الحكومة والمتصارعين على السلطة والحكومة، وما بين إرادة الناس و رغبتهم ومتابعتهم لهذا الملف. فبالتالي نظرة الناس أو نظرة المواطن لهذه الحكومة التي لا تفكر ولا تتصارع على برامج حكومية لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من تقديم خدمات للمواطنين، زين، والصراع الحقيقي هو على تمكنهم من مقدرات البلد ونهب خيراته. فنظرة حقيقة نظرة المواطن اليوم للحكومات الموجودة هي نظرة يعني سراق فاسدين لم يقدموا شيء للدولة العراقية، لم يقدموا شيء للمواطن العراقي بشكل واضح. وحتى صراعاتهم اليوم التي تؤثر على المواطن ولا تؤثر عليه بشكل مباشر هي صراعات شخصية ذاتية حزبية بحتة، وليست صراعات حقيقة حزبية. يعني نشهد اليوم أو نشهد في كل دول العالم الصراعات ما بين القوى المتنافسة على الوصول إلى السلطة أو الفوز بإرادة الانتخابات، هي الصراعات بمشاريع انتخابية، تقديم خدمات، العمل من أجل المواطن، هذا مو موجود، هذا غائب تماما. فكيف ينظر المواطن لأحزاب وقوى سياسية هي تسعى لتعميق الدولة العميقة وتأسيسها وترسيخها أكثر من ما بناء دولة لها مؤسسات تعمل لصالح المواطن؟ وبالتالي الأحزاب وزعماء الأحزاب ينظرون إلى المناصب على أنها غنيمة وليست إدارة للدولة تؤدي بالتالي إلى رفع مستوى دخل المواطن. اليوم إذا تسمح لي بأقل من نص دقيقة، يعني اليوم هذه الشخصيات التي يعني تنظر إلى هذه المناصب بأنه هي مغانم للحصول على المكاسب، هي لم تبقى هكذا. هي أصبحت اليوم هي هذه المناصب مهمة جدا عند هذه الشخصيات لحمايتهم. نعم. لحمايتهم، والتسريب واضح. يعني المالكي لما يتحدث بأنه مقتدى الصدر إذا وصل للسلطة راح يحاسبني أنا بشكل شخصي أو بشكل مباشر. فبالتالي هي القضية
يعني الصراع حقيقة تشخصا شخصي أكثر من ما هو صراع على مناهج وبرامج وطنية همها تقديم الخدمات الوطنية. والله يعين المواطن العراقي على هذه الحكومات. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام فيها سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، والدكتور نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي. شكرا جزيلا لكم. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله. شكرا أساتذة.